الله أكبر، نبيلة، ريف دمشق. حال الأفلام في البلدة في شهر رمضان. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون الخبز عندكم رمضان؟ إن شاء الله عم يتوفر كل العالم. لا مو لكل العالم، في بعض من العالم تأخذ وبعض ما بتأخذ لليوم التالي، وفي عالم كان بلا سحور بلا خبز تأكل على المعكرونة والرز، بس الحمد لله عم نقدر ندبره. هلا هذا طحين مخلوط شيء؟ ايه مخلوط بكل شيء. والله الإنسان حاصله عم نقدر نفوت بلا ذرة طحين بيضة. عم نحط له الطحين ذرة، عم نتحلى ذرة ونحط له رز ونحط له أسمر، نحط له شوي أبيض لحتى يضبط معنا. الله يعطيكم العافية. الله يقويكم.